مراد العشابي في عيادة المشاهير. السلام عليكم، معايا كريمة غيت. وما أدراك ما كريمة غيت؟ المنتجة، الممثلة، المغنية، ما عرفتش دابا شكون اللي مستضيف. كريمة غيت شخصياً. شخصياً، كريمة غيت. الإنسانة. الإنسانة. شحال عندك من عام؟ أعطيني شحال تعطيني من عام؟ أنا نعطيك عندك 30 عام شرفتي. 29 عام. 29، مهم زقلت. حكيت شي من مرة 29؟ ما قلتش والله. أنا راك شرفتي. شرفتي. علاش خفتي؟ والله إلا كنخاف منك. علاش بالنسبة لكم لاج كتقول شرفتي ولا كبرتي؟ بالنسبة لي أنا راني عايشة لاج ديالي، حنت في 29 عام حققت ذاتي، تخرجت في الدراسة ديالي، عندي أون كارييغ، عندي عائلة، مستقرة نفسياً. الحمد لله زعما لاج راه كاني غنكبروا. مستقرة نفسياً. مستقرة نفسياً. مستقرة نفسياً أش كديري هنا؟ واه صراحة حد تعزيز عليا، وملي قلتي لي نستضفك جيتي. ما أنت عارفني زعما ما كنطلعش في اللقاءات بزاف، ولكن أنت بجد شخص إنسان عزيز عليا ومن المقدمين الناجحين اللي كنت كنقول إن شاء الله أنك توصل واحد المراتب كبيرة، وكان كنضحك كتضحكني يعني. شوف. جيت باش نضحك. أنا جيت باش نضحك والله أعلم شنو. شوف إحنا مقشرين دابا. المهم ترخاي مزيان، شهيق، زفير، ما تطوليش بزاف، شفيق مالك؟ شاهق؟ شفيق. نعم، قول لي شنو رأيك في شفيق السحيمي؟ ما قلتيش عليه. إلا شفت الصوت، أنا عندي مشكلة مع الأسماء. مش قولك باش تعرفيه؟ لا، أنا عندي مشكلة مع الأسماء. نعم. ماشي هذا تقليلا. عندك مشكلة مع أسماء أنت؟ مع الأسماء. نعم، أنت أسماء منور عندك مشكلة. بالعكس، أسماء منور فنانة عزيزة وغالية، وفنانة راقية جدا، وأخت عزيزة، ومع عمري كان عندي شي مشكل معاه ولا. شفيق؟ شفيق السحيمي. قول لي غير الصويرات. هو مخرج مسلسل وجع التراب، ولكن انا ما عمري تلاقيت به، ما كنعرفوش. شنو ما كنعرفوش؟ غير كنتفرج فيه. هو مخرج، كيفاش غدير تفرج فيه؟ زعما الاعمال ديالو. الاعمال وجع التراب من الاعمال الناجحه، ولكن انا الا شفت صورته، جو سوي سيغ غنعرفو. من الاسماء عندي فيهم مشكل، زعما غير هضروني والله. نعم، مرحبا بك. مهم شهيق، رجعوا. زفير، الاول حاجه خصنا نعرفوها هو الوزن ديالك. الوزن ديالي 53 54. نجيبوا الميزان؟ يلا سير. انا تقدر في الاخر 56. 56 3 كيلو مزيانه. انت بالنسبه لك 56 يعني فورمه ديال الفنانه. والفنانة ما عندهاش زعما ما كاينش شي حاجه كتكتب في السيفي خص تكون فورمتك كذا باش تولي فنان. ولكن نجمة تكون فنانة، نجمة مغربيه او فنانه الصف الاول خصها تكون بهاد الفورمه. باش من الفورمه؟ لا با فورسيمون. تكون خفيفه، تكون. شوف كل امراه، شوف مادام هي بصحتها ومادام هي مقتنعه براسها. سيدي انا بعدا مع الرشاقه هادي باش نكون واضحين، لانه ملي كتكون بصحه جيده كتقدر تعطي، كتقدر بزاف الحوايج. انا ستيل ديالي بحال هكا، وانا خلقني الله بحال هكا، ما انا مختاريتش. انا واخا ناكل نقدر نصوم غير يومين كيمشي كلشي. ولكن كتعتبر راسك انت بوكوصه السينما المغربيه؟ لا ما كنعتبرش راسي بوكوصه. وانت كتقول قول هذاك فمك، قول اللي بغيتي. انا فنانه، وكنعتبر راسي باقي في البدايات ديالي، وكنعتبر راسي باقي عندي ما نتعلم وباقي ما نعطي، والحمد لله حنا غاديين. نعم، اش تقدري تعطينا في هذه الحلقه مثلا؟ بحالاش؟ اش غنستافدوا منك؟ تستافد مني انت علاش عيطتي لي هذا السؤال؟ عيطت لك انا لانني شفت بان الحاله النفسيه ديالك متدهوره وليتي هداويه، كتهزي واحد التليفون كتقول لهم انا كنت ساره كنضرب في سباكيتي، وحنا ما لنا شغلنا. حقه حاطه الطابله، بنانه مصوره حاطه. انا لا، ما عمرك. انت علاه كتدقي؟ ما عمرك تلقاني. شوف ما عمرك تلقاني، انا بالعكس ما كنصورش بزاف داك الشيء مثلا. الحياه كتصوري، انا كيجيني الجوع ملي كنتفرج في ستوريات ديالك. الا مشيت مثلا لشي دول كنبين بارطاج. انا شخصيا عيطنا لك شحال من مره الاعمال التلفزيونيه، وانت عارفه فين كنلقاوك انت قلزه. دابا اللي بغاك يمشي يجيبك من الجبل، واش انت مزال؟ اعتبرني معزه. نعم، اذا كنتي انت معزه ياك. كريمه، كريمه خلينا دابا. واش حنا هنا جالسين معاك دابا في كوري؟ واش تخيلي راسك ديال حيوان؟ تعز لي حيوان قريب ليك. نكون عاود. عاود كيعجبني العاود.
كيعجبني العود بزاف. نعم، اخر مره تلاقيتي بالعودي متى؟ في اخر مسلسل صورناه. أه؟ جروح. أيه؟ ركبت في العود يعني مع ممثلين كان عندنا دي سيكونس فوق العود. كتكمي ولا لا؟ ما كنكميش، كان كيعجبني ريحه الصباغه ولدابا كتعجبني ريحه الصباغه، كتعجبني بزاف. كنكونو كنصبغو شي حاجه في الدار كتلقاني قاعده كتعجبني ريحه الديسولفون وصباغه الاطفال. الله يخلينا في صباغتنا. امين. قول لي اخر مره صبغتي الدار؟ معايا هنا مؤخرا. نعم. واش عجبك الكاميرامان؟ راه مجوج وليداته. ما فهمتش انا والله، واش انا جايك تخدمي معايا ولا تدبري على راسك؟ وقهرت هذا الزواج هذا وكلشي ولا باغي تزوج؟ انا رشك مؤخرا دايره فيديو كتقول لهم ها العار. قول لي كثرتو ماشي كثرتو بزاف. شنو هو الفيديو اللي جبدوا لك؟ بحال واحد النهار خويا شاف فيا كيتشوف في التلفازه كل مره ممثله هو يدور فيه، قال لي كثرتو. وبالنسبه لك انت واش كثرتو؟ حيت تبارك الله كثروا الممثلات وهذا شي حاجه زوينه، ولكن بالنسبه لي كثروا فريمون الممثلات اللي كاينين خريجات لي زاداك، خريجات معاهد، بنات زوينات كيمثلوا بطريقه احترافيه. انا بالعكس كيعجبني الحال. نعم انا كيعجبني الحال. نسوك واحد السؤال. جاوبني بصراحه. مرحبا. وما تكذبش وما نتقلقش منك. مرحبا. بالنسبه لك انا ممثله مزيانه ولا متطفله على التمثيل؟ علاش هذا الاحراج؟ جاوب بصراحه، هذا احراج. جاوب، انا اللي قلتها غادي ناخذها منك. بالنسبه لي انا انت ممثله واعره. كنعيش معك لانك انت خطيره، عندك واحد شي وسائل اللي انك كتجري المشاهد يتبعك. انا نقدر نشطح على اغنيتك ولكن نتمتع مني نشوفك كممثله. صافي مزيان، فهمتيني؟ الله يحفظك اختي. كتكوني هنا ديما؟ لا كندوز مره برا. نعم. قول لي، بغيت نسولك السؤال اللي محيرني بزاف ونطير النوم من عيني. سير. علاش؟ ملحتيش. عندك متابعين بزاف في الانستغرام والناس كيبغيوك بزاف. انا شفت التعاليق كيموتوا عليك، واحد الشريحه كبيره ديال شنو كديري زعما المليحه اللي كديري في الانستغرام باش الناس يديروا بحالك؟ كندير حتى شي حاجه، انا انسانه تلقائيه ومع عمري بعدا ما سبونسوريزيت لي بوست ديالي ولا شي حاجه، والناس اللي كيبغوني ليا لراسي. وانا كنقول انا الحمد لله القبول من عند الناس، وكنفرح بزاف ملي كنخرج للزنقه وكيجيو العيالات كبار، بنات كيتصوروا معايا كنعتبرك بحال بنتنا عزيزه علينا كتشرفينا. هذا هو الربح. تخطبتي ثلاثه مرات واللي جا كيطج؟ ماشي كيطج، انا اللي ما كنتش بغيت، ما كاينش كيطج. ولكن راه وصلت المعلومه، راه غلطه، راه تجي لي هكا بصبعك كتطاش تخلعيني زعما ولا راه تقول لي طيط جا ما طيطش. الزواج نصيب، اقسم بالله نهار كتب لي غنتزوج. بزاف الخطاب كيجيو كتكون منك انت شي حاجه ماشي كتكون مني. اسمع، اما حسن ثلاثه مرات ما عجبوكش دابا؟ اما ماشي ما عجبونيش، ما فيهمش العيب. اما حسن انني انا نعرف راسي قبل الزواج ولا نتزوج ونولد ونطلق، راه كنشوفوا بزاف الناس دابا بزاف فنانه ولا من غير فنانه كيتزوجوا كيطلقوا دغيا. اللي ولداتها. انا بالنسبه لي الشخص اللي غيتحكم لي في لاكارير ديالي وفي خدمتي وشنو ندير شنو نلبس شنو، ما كيكون تفاهم وتوافق. مازال ما لقيتيش هذا اللي ما غاديش يحكر لك؟ شكون قال لك مازال ما لقيتش؟ شكون قال لك انا نقدر دابا نكون مزوجه وعندي الاولاد وانت ما فراسك؟ تقدرش تعرف الانسان، ما تقدرش تعرف شنو الداخل ديالو، يعني ما تقدرش تعرف الحياه ديالو. ولكن ما يمكنش تكوني والده وحامله. ما تقدرش تعرف، والله ما تقدر تعرف. الاخت والده؟ ودابا ما تقدرش تعرف. دابا انا غير تنقول لك انه اذا انت في علاقه حب حاليا؟ ما عرفتش. لا جاوبني بصراحه. انا حوت، انا برج الحوت، دائما خصني نكون في حاله حب. غتكوني في البحر ماشي في؟ وي راه في البحر. انت في حاله حب؟ حوت. عرفتي الحوت كيفاش كيدير؟ ما كيتشدش. كتبغيه؟ شكون هذا؟ حنا راه شوفي، حنا راه جينا باش نقولوا الناس الصراحه. باش نقولوا الصراحه، ما عرفتش. انا ما كيعجبنيش نهضر على حياتي الشخصيه. شوف راه انا ما غنعجبش كلشي كيما انت، على الشعبي ما غتعجبش كلشي. ديكو راه ارضاء الناس غايه لا تدرك. نعم. داكشي علاش خصنا نخدموا على نفسنا، على نفسك. نعم. باش كلام الناس ما ياثرش فيك. انا الحمد لله ما كياثرش فيك. نعم. واش كريمه غير كتخدم على نفسها؟ كنخدم على راسي بزاف. وقتاش كنتي مصيده في الناس؟ يعني مصيده في الناس؟ مصيده في الناس ملي كانت كلام الناس كيجرحني ولا كيبقى فيا، ولاحظت انه غادي يبقى دائما يجرحني ويأثر فيا الا انا ما خدمتش على نفسي، الا انا ما عرفتش القيمه ديال نفسي، الا انا قلت دابا مثلا انا قلت لك شي كلمه سبيتك مثلا، هذيك المسبه اللي انا عطيتك واش اثرت فيك؟ الا اثرت فيك كاين جوج حوايج، يا اما هي فيك خصك تبدلها،
يا اما هي ما فيكش ولكن اثرت فيك يعني عندك خلل داخل، ولكن الا انا قلت لك ديك الكلمه وما اثرتش فيك الا وهي راه سانوميتوش با كدوز من حدايا. فانا اليوم الحمد لله خدمت على راسي انه الناس غيهضروا وانا ماشي دائما على حق. نعم. نقدر نكون على حق، نقدر نكون، ولكن انت مقتنعه بداكشي اللي كتقولي؟ الحمد لله 100%. كريمه غيت، همتى الشيطان غواك؟ الشيطان غواني فاش من ناحيه؟ شي مره الشيطان غلبك؟ ماقدرش نقول لك، يقدر شي مواقف، في مواقف العصب بارفو كتعصب ويقدر تخرج لك شي كلمه ماشي هي هذيك مع شي شخص اللي عزيز عليك. مي انا دائما الناس اللي معاشريني عارفيني انني دائما دائما في ساعه الغضب كنسكت، وهذه قدرت تكون نقطه قوه قدرت تكون نقطه ضعف على حسب المواقف. حيت ملي كتسكت يقدر الناس يصحابوك واش هما على حق وانت كتسكت غير باش ما بالعشره والملحه والطعام، وملي كتهضر كتندم. فانا من الناس اللي دائما كنسكت. انت برج الحوت؟ انا برج الحوت. وقتاش مات لك الحوت؟ مات لي ماشي مات لي الحوت، ولكن كنت يقدر في البدايه الفن يعني في البدايه لاكارير ديالي ملي درت زينه الحياه بقيت انا 5 سنين ما خدمتش. درت زينه الحياه في 2010 2011 وبقيت حتى 2016 عاد درت سر المرجان. سر المرجان، وكنتي متالقه في سر المرجان؟ الحمد لله. وفي زينه الحياه البدايه ديال، نعم زينه الحياه كانت البدايه ديال ان الجمهور المغربي تعرف عليك. الحمد لله. نهضر بصراحه ولا ننافقك؟ سير. تعرضتي للتحرش في زينه الحياه؟ لا، في البدايه ديالك ما تعرضتش في زينه الحياه نهائيا. تعرضت من بعد، ماشي للتحرش، باش من حنا التحرش كلمه كبيره. تحرش ماشي التحرش، ولكن التحرش غير كنت انا. شوف كنت ديك الساعه انا بدايه ديالك بدايه ديك الساعه 18 عام كان مثلا باش تقدر تخدم كان مثلا مخرج يقول لك اجي نتعشى واجي عيد ميلاد اجي عندي افطر في الدار اجي انا ما كنتش مخوله انني نقدر نمشي للحفلات ولا. نعم ذاك المخرج كان طيب طاجين زعما علاش يعطيك العشاء زعما ما فهمت شنو. مهم شوف الانسان كيفهم، قال لك برقم وانا نفهم. راه كتفهم النيه ديال الشخص اللي كيقول لك انت عشاو وهو عنيه طيبه. عندنا دي كوليك ديالنا فنانين اللي كنخرجوا معاهم وكنتعشاو معاهم وكنتغداو معاهم وكنتعرفوا على عائلتهم بطريقه مزيانه، وكاين نوع ديال الناس. ولكن انا ماشي كنقول تعرضت للتحرش، انا غير حسيت بنيه اللي ما كتكونش صادقه وهربت وضيع 5 سنين ما خدمتش. اذا النتيجه هي ان خمسه ما خدمتيش 5 سنين. عمرك درتي عمليه تجميل؟ عمليه تجميل ما عمري. اشني عمليه تجميل؟ انني نفخ ونكبر وداكشي لا، ولكن كان عندي ان بروبليم في لي سيرن وعمرتهم. حيت كنت عندي واحد جوج شرطات هنا بحال الا كان كيبينوني عيان عمرتهم. كاين اللي كتقول عمليه تجميل، انا ماشي ضد عمليه تجميل. الا النيف كبير بزاف بغيتي تنقصو، الا عندك شي بالعكس والواحد حر في نفسه تنتا. لا شوف انت اجي نسولك على الفنانات شحال هذه في 2010 اللي حنا مازال ما عارفينش كنبانوا لك واو الجسم منحوت وكتقول وا داكشي من عند الله، الوغ كو هما راه سبقوا التجميل اللي باني راه سبقونا دبي الامريكان. حنا راه يلاه بدينا كن نعم. كل حر في نفسه اللي بغى يدير التجميل يدير. انا الحمد لله راضيه عن نفسي دابا، قدر من هنا واحد الشهور تجي تلقاني بشي فورم اخرى الله اعلم. تقدري زعما تبدلي الوجه ديالك زعما النيف ديالك يولي هكا؟ واني في صغيره اش غيولي فيه دابا؟ كنت في راسك ملي كنت صغيره كانوا كيقولوا لي نيفك صغير، كنت كنقول ملي غنكبر غادي غنفخو شويه زعما نقوى. وتقدري تنفخي انت؟ نبقى نقمو. لا 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 حيت وجهك انت ملكه جمال. انا ما ملكه جمال، انا عندي حقي. انا ما عمري ترشحت لملكه جمال، انا ما عمري ترشحت لملكه جمال. اجي 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 ضربيني، اجي كريمه ضربيني ما فهمتش. غتجي انت من مراكش لكازا غتضربيني وتمشي. حنا قلنا لك ملكه جمال بحال اللي عايرتك. لا ما عمرني ما كتقولي شي حاجه ما فياش. قولي شي حاجه فيا، شي حاجه كاينه بلاتي. الزين فيك كاين، الزين الزين اللي فيك كاين. على انت ما فيكش الزين اللي فيك. لا واحد القضيه، واش انا عندي حقي؟ شنو الزين اللي فيك انت؟ انا عندي حقي، عندي القبول ديالي الحمد لله. انا عندي حقي، انا ما كنقولش انا راسي جميله. الا انت كتشوفني جميل بارك الله. انا كنشوفك جميله بارك الله فيك. الا كتشوفني زوينه بارك الله فيك. الا كتشوفني اللي كتشوفني بارك الله فيك. كريمه غيت من الفنانات اللي بزاف الناس كيقولوا بانها مؤخرا واحد العامين الاخرى طلعت صاروخيه، شنو السبب؟ شوف انا كنقول لو ترافاي باي، الخدمه
كتخلص عليها ملي كتملي كتخدم بقلب وكتخدم بنيه. وانت كما قلتي انا في التمثيل عندي واحد لا سونسيبيليتي، عندي واحد المصداقيه. انت معاش دير معايا اليوم مع الجوج، معاش جيت الجوج جوج دقائق صافي شكرا. يعني انا كيعجبني حتى لو ريسبي ديال الوقت ديال المواعيد ديال من الاحترام ديال الاشخاص. انا نحترم نجي حافظه، انني نجي في لو بيرسوناج ديالي، انني ما نديرش مشاكل في البلاطو انني. فكنقول الحمد لله هاد العامين فعلا جاوني عروض بزاف، واللي غادي تشوفوا اللي درتو غير اللي توفقت انني نديرهم. ولكن انت الحلم ديالك تحقق مؤخرا، انك درتي واحد ثلاثه الاعمال كانوا في الخيال بالنسبه لك انت. صراحه تقدري تهضري لنا عليهم؟ مسلسل جروح اللي هو البطوله ديال الفنان رشيد الوالي، البطوله ديالي ديال محسن مالزين وخبا من الفنانين الرائعين جدا. من غير مسلسل جروح كاين عمل اخر؟ كاين عمل زوج ما قالها ليا مع الفنان عزيز حطاب، مع سين جيتا جدين، نصر اقباب، الفنانه فاطمه زهره بن ناصر، المهدي فلان، نخبه من الفنانين الجميلين بزاف اللي كيشرفني. وغيشوفوا كريمه بدور اللي هو الحمد لله دابا حنا نمبر 1 على شاهد وعلى بزاف ديال لي بلاتفورم، بدور كوميدي. يعني انا عندي واحد الجانب كوميدي ما كنبغيش نبينه دائما، ولكن بينته في هذه السلسله بدور الشيخه لبنى. اللي الحمد لله لقات هذا جميل من الناس. هي اللي شاف كيشوف كيقول شيخه سي فري حتى شيخه. وخا تراكس قالت واحد الحاجه اخرى. اش قالت؟ قالت المراه اللي ما عندهاش الفورمات ديالها ماشي مغربيه. انا اكتشفت من طريقها انني على مال تراكس رئيسه النقابه ديال الشيخات. لا هي واحد كيقول لي كانت قالت انه الفنانه اللي ما عندهاش الفورمه راه ماشي مغربيه. لا ماشي قالت الفنانه، قالت لي المراه اللي ما عندهاش الفورمه راه ما مغربياش. فانا بحال زعما جردتني من تمغربيت. لا ما انت شيخيت. يا ربي نكون كنحلم يا ربي. ناكس. علاش ضحكتي؟ نساو دابا التراكس. سير. نعم هذا عمل في ام بي سي 5. في ام بي سي 5. نعم الاخراج ديال اسامه وعبد الله، مخرجين جمال بزاف، انتاج حتى هو ديال سيغما. جمال كيفاش؟ زوينين. وشنو هي جمال؟ كاين شي واحد كيقول جمال كريمه غيث. دابا انت فنانه كتقولي جوج مخرجين جمال. جمال بزاف جميلين. باقي باش الناس يفهموا، يصعبوا غير شي جوج جمال داروا الاخراج. حيت الناس ما غتفهمش. مخرجين رائعين. فوالا باش الناس تا هما يفهموا ماشي انا سيدي. شوف جوج مخرجين جمال. ما تعصبش. هو اسمحي لي. شكون اللي كترعد بزاف؟ ما تحسش. ترخى. رخي النفس، رخي فيك النفس. نعم. رخي فيك النفس. قول لي ندوزو واحد الفقرة سميتها وسعي خاطرك. بغيت نعرف كريمة غيث واش بصح بصح شدوك البوليس؟ فين شدوني البوليس؟ مؤخرا. لا عمر البوليس ما شدوني، يقدر شي مخالفه ولا شي حاجه كنخلص المخالفات ديالي وكنمشي. اذا هذه خبر ما صحيح. كنا كنصوروا مسلسل وكان كان كان وكان حتى الدايوغرا في الحلقه الاخرى راه ضربوني بالفراده وجاوا البول، فهمتي؟ يعني راه كان الفراده وكان النار وكان كان سميتو كاشا كاشاكنيكو ولا شلاك شنو اسمو كلاش كريم قلتي ترجلي معاه سميتو ربي كاشاكنيكو. شنو انت مصوبه اللغه ديالك؟ شنو كاتنيكو؟ سميتو كون هكا كنتي كتنفن فين نقولوا بعدا راك مغنيه زعما. والله تنقول اسكت يلا بلاتي نتحداك. كلاش شاك كلاش هاكنيك وصيف زعما جايبينك زعما ضيفه كلاش هاكنيك وقول قول كلاش هاكنيك شلاكين ربي ما سر ما سميتها داك طرطرطرطر شلاكا طرطرطر وقول لي قول دابا كنا خليتك في الاولى طرطرطر شنو هي طرطرطر قول لياك كلاشاكنيكوف لك قول ايا كلا كلا اش كلا قول لي نادي ما نخرج كلاشينكوف كريمة غيت ممكن تجوز شي واحد عنده 60 عام 70 عام؟ لا لا فرق السن بالنسبه لي تري امبورطون. ما بقاوش كيعجبوك الناس كبار؟ لا ماشي كيعجبوني في الزواج. لا ما يمكنش نتزوج بواحد عنده 70 عام. ايوا واه حشومه ما عرفتش ماشي حشومه ولكن ما تجيش صعيبه شويه ما عرف
عارفش كيس كون بارطاجي اش غنبارطاجي واش غنقولوا. انا ماشي مع اختلاف في السن بزاف الارتباط. نعم انت بغيتي تعيشي حياتك يعني تبقى عايشه معاها. بغيت نعيش حياتي. نقدروا نديروا سبور اونصابل، نسافروا اونصابل. نعم حيت 70 عام غد تفوتي الدوره. وا 70 عام واش عرفتي شحال فايتني؟ راه فايتني ب 40 عام. 40 نعم. فين ساكن هو؟ شكون هذا؟ لا ودابا انت سولتيني وانا جاوبتك فين ساكن هو. نعم سير سير. كريمة غيت وساعدها الجمال ديالها انها توصل للهدف ديالها. انا الموهبه ديالي اللي عاونتني. حيت ملي كتمشي كدوز كاستينغ قدام فنانين كبار، قدام مخرج كبير بحال شوقي العفير، بحال فنانه سميه قريون وراس قليف، ما كنعتقدش ان هاد الناس يعني اللي عنده عنده. لا الحمد لله الموهبه ديالي. وانا كنقول انا باقه في البدايات، انا باقه كنتعلم وباقه ما وصلتش لداكشي اللي انا بغيت نوصل ليه. باقه انا في البدايات وباقه باقي كتجيني الفرحه والخلعه ملي كنمثل قدام شي فنان اللي كيعجبني وكنمشي كنقول ليه انا فان ديالك وكيشرفني وباقي تيكون عندي لو تراك وباقي الحمد لله. ما انا ما كنقولش انا وصلت ولا انا باقي. نعم انت كتعيشي من الفن فقط ولا عندك مشاريع؟ لا عندي مشاريع اخرى. اش كديري؟ مدبره كاش كيعجبني نبيع والشراء. اش كتبيع وتشري؟ انت كنقول لك المهم اي حاجه درتها راه درتها. ولكن نعرفوا كريمه غيت هذه مناسبه جلال. لا ما تعرف بلا ما تعرف والله صدقني بلا ما تعرف. المهم يعني انا ماشي كنعيش من الفن. انا دايره هذا الشيء. انا دايره دي بيتي بروجي ديالي والله يسهل عليا فيهم كما الله يسهل على شي وحده. يقدر كاع ما تكون فنانه، مي انا كنحيي الفنانات فريمون انهم يديروا دي بيتي بروجي يكون عندهم عقل استثماري. انت مره كيطلع لك الفن في الراس؟ طرات لي واحد الفتره اللي نزلت من جبل كيليمانجارو كنت بغيت نعتزل. طرات لي واحد بحال واحد خديت واحد البريك بيني وبين راسي. فكرتي في الاعتزال؟ ماشي في الاعتزال غير انني نبعد شويه والحمد لله لقيت واحد التوازن. حيت اي حاجه جميله بيكون فيها التوازن. لقيت التوازن ما بين الفن وما بين حياتي الشخصيه. فانا دابا كنصور كنمشي فنانه في بلاطو مي ابار سا عادي تلقات القراني كناكل بابوش غادي نمول الحريره غادي الحمام بلدي بارفو كنمشي للسبا بارفو كنمشي للحمام ديال 10 دراهم. يعني وليت عندي داك التصالح مع الذات ديال انه انا فنانه ايالوغ فهمتي. نعم. يعني ما كاينش داك. ولكن كريمه غيت انت كتلبسي ماركات عالميه اللي غاليين بزاف خدمت عليهم ونهضروا في الواقع. راه ماشي عيب، ماشي عيب تكون عندك سياره جميله وبيت جميل وساك جميل وساعه جميله الا خدمتي عليهم. راه في راسك حنا الفنانه راه ما عندنا والو بارابور الناس اللي عندهم الفلوس. انت اللي كان اليوم كتقول فنان. كاين الناس كاينين اطباء عندهم فلوس وكاينين محامين عندهم فلوس وكاينين ناس خدامين في لي بوك عندهم فلوس وكاينين الناس عندهم مشاريع خاصه بهم وفايتنا. وعلاش الاضواء كتمشي غير للفنان؟ حيت حنا باينين، حيت حنا باينين في الكاميرا وباينين في التصاور. ولكن اي حاجه الواحد شراها بصحته وكيستحقها وكنستحقها لان خدمت عليها. انت فنانه غنيه ولا فقيره؟ انا نقول لك واحد المعلومه جد خصك تعرفها. انا اليوم الى عندي 100 مليون كنخرجها في لي كريدي. مثلا 100 مليون كتدخلني وكنخرج منها 101 مليون في لي كريدي انا اعتبر فقيره. والى عندي 10000 درهم كتدخلني للشهر وكنصرف منها 9000 درهم وكتبقى لي 1000 درهم اعتبر غنيه. الغنى والفقر ماشي بشنو عندك ولا بشنو، هو باش كيفاش. واش في الشهر ديالك عامر بالكريديات ولا عندك دي ديبونس اولا تقدر تشيط واحد 1500 درهم. المصادر ديالي اش كتقول لي؟ كتقول لي بان هذيك السيده دوزات الحرب واحد المده وعاشت الفقر والجوع. اي صراحه هذا الموضوع ما عمري ما هضرت عليه ولكن سا طون بيان اني مزيان. ما بين مراحل ديال التصالح مع الذات هو انك تخرج وتهدر. انا ملي كنت في مصر كنت درت مسلسل مع خالد صالح فوصلت واحد المرحله اللي كريت دار ومضيت مع واحد المنتج. هذاك المنتج سيدي كان صحه سلام غير مضيت معاه الكونترا قال لي بغيت نتزوج بك. فمني قال لي بغيت نتزوج بك قلت ليه لا. فمني رفضت قال لي واه حنا ما نقدروش نخدموا اونصومبل انا بغيت الانسان اللي خدم معاها تكون عندي هي كلشي ديالو. فانا ماضيه على شرط جزاء 500,000 دولار 500 مليون. وقال لي عطيني غير 20 مليون باش نقدروا نلغيو العقد. 20 مليون انا على ليبوك منين غنجيبها؟
اوغوزمون كان عندي واحد الساعه بعتها. الجميل هو اللي جا من مورا هادشي انني قدرت نخلص لي دوك الفلوس باش نغيزي لي لو كونطرا ديالي. كان جوستمون يلا تخلصت من جامعه الدول، كانت عندي واحد شي ذهب بعتو. المهم بقيت كما كيقولوا مصريين على الحديده. لقيت راسي في دار خصني نخلص الكرا، ما بقاش عندي الفلوس، ولقيت راسي انني فعلا وصلت واحد المرحله اللي ما عنديش جيني باش نشري الخبز، لدرجه دوزت يومين بقيت نعقل بالجوع. وكان عندي واحد لامي ديالي ايمن سليم كان وجه لي التحيه كيقول لي كريمه تعالي نطلع ناكل او حاجه، كنقول لا ما انا ما مش قادره تعبانه. انت راه حنت ما قادراش نخرج وانا ما في جيبيش شي حد يخلص عليا. انت عارف حنا الشلوح عندنا واحد النفس، المهم تكون عندي غير 5 دراهم ناكل بها بوكا جوس، ولكن ما قدرتش نخرج انا. وبقيت يومين بالجوع، والمشكله انني ما قدرتش نقولها لبابا، خفت لي يقول لي رجعي في حالك. يعني واحد التضارب ما بين انك غتبقى في مصر وبغيتي دير اون كارير، وانه باباك تعيط لك كتقول لي كل شيء مزيان، ما عارفش انت شنو غادي دير. فديك الايام دازت عليا فريمون، ما لقيتش يعني ما عمري ما تخيلت انني نوصل لواحد المرحله ما نلقاش ما ناكل. انت حياتك بالنسبه لك انت ورديه حاليا؟ ماشي كنقول حياه ورديه، ولكن انا انسانه كنشوف الجانب المشرق من 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 انا بغيت نعرف الجانب المظلم اللي دوزتي. ما بغيتش نهضر عليه، ما بغيتش نهضر عليه باش ما نجرحش شي ناس. الجانب المظلم دوزتو في 2017 pendant 3 ans، وفي نفس الوقت كنت كنخدم، ولكن ما قدرتش نهضر عليه لانه الناس اللي اداوني كانوا حتى المقرب ليا اللي ما نبيش دابا نطلع نهضر ويبقى فهمتي، ما بغيتش نجرحهم. الا قلت لك طوطو اش تقولي ليا؟ الجراندي طوطو كيعجبني بزاف، جادور سي شونسون، وعندي تجاه واحد السنتيمون زوين كنحس به مرضي الوالدين، وكنحس به عنده واحد لا سونسيبيليتي زوينه بزاف. تلاقيت معاه ديجا، هو فنان رائع وانسان اروع، كنتمنى ليه التوفيق. الشيخ رضوان. الشيخ رضوان. شكون رضوان؟ الشيخ رضوان. الشيخ ما عرفتوش والله، ما عرفتو الشيخ رضوان. شكون الشيخ رضوان؟ اش كيغني؟ الشيخ وين كيغني؟ كيغني المرساوي. الشيخ رضوان ول داك الشيخ لا دابا سمح لي باش نتفقوا. دابا انا مشيت مع زعما الشيخ رضوان ولد مدينه الناظور ياك؟ طبعا تحيه لي كبيره. ناري شتي انت دابا انا ماشي هو، اكيد الا شاف غادي يفهم. انا مش عقلي. المهم الشيخ رضوان حشوم عليك. لا نعاودو الدراري ما يمكنش. لا حنا كنصورو دابا في المباشر. حتى غادي غيصحاب واش بلعاني درتها. ناري دابا اش درتي ليا؟ لا انا كنسول. داكو غنجاوب. الشيخ رضوان اللي هو شيخ ومعروف وكيعطي نصائح دينيه جميله بزاف، وولد الشمال. واش انا قلت لك صيفط لي لوكاليزاسيون ديالو؟ لا كيعجبني خفه الدم انه كيعطي استشارات دينيه بطريقه بسيطه ماشي بداك كثرت فهمتي. الله يسهل عليه. امين. بغيت نعرف الراي ديالك في الفنان البنج. البنج فنان جميل. الله يسهل. زعما ما كنسمعش. شنو اللي قلت لك السميه ديالو كدعي معاه؟ واش غنقول؟ الله يسهل عليه، الله يسهل على جميع. كرهتي انت اللي دعي معاك. امين. الله يسهل عليك. امين. يعطيك ما نوشي في خاطرك. امين. عمر لطفي. الله يسهل عليه. امين. عبد الاله رشيد. الله يسهل عليه. امين. نور السقلي. الله يسهل عليها. امين. ودابا يفهمني، دابا فهم. دابا راه كل راه ماشي تصنع ولا، راه كل واحد وشنو فيه لداخل. انت غتسولني يعني على البنج، ما كنعرفوش شخصيا. طلعت معاه في واحد البرنامج وكيقدم اعمال جميله. الله يسهل عليه. اليوم انا وياك نفرقعوا الرمانه. كيعجبني الرمان. كريمه غيت، نحاولوا اليوم نفرقعوا الرمانه. سير.
واش كريمة غيت بالصح مقتنعة بعملية هوليوود سمايل اللي دارت؟ لأن فنانة قالت بأنها سنانها كانوا زوينين، دوماج بدلاتهم. أنا مقتنعة بسناني، وثانيا أنا ما عرفش شكون الفنانة اللي قالت، واللي بغى يقول يقول، أنا عاجبني سنان فرق على الرمان. سؤال ثاني. نعم. إلا كملنا خمسة غنفرقوا على الرمان. يلا سي. سؤال ثاني كيقول شحال تقادات كريمة غيت في آخر مسلسل ديالها جروح؟ ما نقدرش نقول. علاش ما نقدرش نقول؟ أولا سي كونفيدونسيال، ثانيا ما كاينلاش داكشي أجور الفنانين واش يدخل في شي. تقاديت داكشي اللي كنستحق. إذا ما غاديش نفرقعوا الرمان. ما نقدرش، ولكن بغيت ناكل الرمان دابا كيفاش. تستاهلي أكثر من الرمان. ربي يخليك. شكرا بزاف، أنا فرحان وكنت سعيد بزاف بك. بزاف بزاف. أنت من الفنان اللي كنحترمهم أنا شخصيا. ربي يخليك. وكنحترم المسيرة ديالك. شكرا. كلمة أخيرة. شكرا لك. والله الا زعما البرامج اللي من عيطتي ليا فرحت بزاف انا نجي نكون معك، لانك متالق وعزيز عليا بزاف وتلقائي، والله يسهل عليك في برامج كاملين اللي غدير، ودائما عارف انك كريمه غيت وتما عيطتي لي انا معك. شكرا بزاف، شرف ليا، تحياتي والسلام عليكم. هكا